إن شاء الله يا جماعة نعمل محاضرة عن صور الغش الموجودة الآن، لأنه يغشون كما سلف الشطة بنشارة الخشب، ويغشون الحواوشي بكراتين البيض، يقطعوها ويفتتوها ووضعوا عنها أشياء، وضعوا أوراق الكراتين مع الحواوشي، مشهورة الآن. ويغشون أشياء كثيرة جدا، فضلا عن مثلا في حبة سوداء حبشي وحبة سوداء مثلا كندي، هذه 5 أضعاف هذه في السعر، يبيعون هذا على ذاك، عدس كندي وعدس سوري وعدس تركي، التفاوت كبير، هذا بيخلطوا هذا بذاك. كل صور الغش الآن منتشرة، البن أكثر غش، البن الآن أكثر الأشياء التي تغش الآن يا صالح البن. يجيبون مثلا عدس ويطحنونه مع البن، يجيبون أشياء كثيرة جدا توضع مع البن، والسعر ويبيعوا بأغلى الأسعار. تذهب الكافيهات الآن ويحطون مواد على البن، على العدس المطحون، ولا يعني صور الغش منتشرة. فنرجو من المسؤولين عن الصحة أن يتتبعوا هذا، يعني يتتبعوا خاصة البن. يا جماعة انتبهوا للبن ولتجار البن، انتبهوا لهم.